شيفر سانتي. في شيفر سانتي باش نحكي لكم على الأرقام الرسمية فيما يخص الكورونا في تونس، وين أفيد عضو اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس كورونا مدير عام المركز الوطني للياقة الدوائية الدكتور رياض دخفوس، أنه 2.5 حالة عن كل مليون جرعة تلقيح مضاد الكورونا تسجل مضاعفات تستحق المتابعة الطبية. وبين دكتور دخفوس أنه المركز الوطني للياقة الدوائية أحصى إلى حد اليوم 32 حالة تشكو من مضاعفات تستحق المتابعة الطبية، وذلك بعد استخدام 12,830,000 جرعة تلقيح مضاد الكورونا. وشدد على أنه أغلبية الحالات المسجلة تعاني أصلا من أمراض خطيرة على مستوى القلب، الأوعية الدموية بالخصوص، الأمر اللي يجعل تعرضهم لمضاعفات شديدة على إثر تلقيهم التلقيح ناتج في أغلب الأحيان عن تلك الأمراض اللي يعانيوا منها من قبل. وأكد دكتور دخفوس أن المركز الوطني للياقة الدوائية استخلص بعد دراسة العديد من الحالات اللي تلقت تلقيح المضاد للكورونا إلى أن جميع أنواع التلقيح اللي تم استعمالها في تونس آمنة وفعالة. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.